سوا على الهوا سوا طول سوا على الهوا ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم اللي اتكون يا وطني الموج. اسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم مستمعينا في امريكا الشماليه وحول العالم. حوارنا اليوم ضمن قضيه راي عام نتناول فيها كافه القضايا المجتمعيه بطريقه موضوعيه تتضمن الراي والراي الاخر. القضيه اليوم ماكرون والاسلام، ازمه ديانه ام ازمه دولة؟ أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاصفة من الجدل بتصريحاته المسيئة للإسلام والمسلمين، فتارة يزعم أن الإسلام ديانة تعيش أزمة، وتارة أخرى يصر على إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام. لا يختلف أحد على بشاعة جريمة مقتل المعلم الفرنسي، لكن لا يوجد تفسير لإصرار ماكرون وحكومته على العداء للإسلام وغض الطرف عن ممارسات الإساءة للمسلمين واستفزاز مشاعرهم من وقت لآخر بتكرار نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون محاسبة. التطورات الأخيرة أثارت تساؤلا هاما، هل هي أزمة ديانة أم هي أزمة دولة؟ وهل المشكلة في الإسلام والمسلمين في فرنسا أم في صراع انتخابي يعيشه ماكرون مع اليمين المتطرف ضد الإسلام؟ ما هي حقيقة الأزمة وكيف نفهم أبعادها؟ وهل من حلول تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتحقق التعايش السليم بين مكونات المجتمع الفرنسي؟ اليوم نناقش هذا الموضوع الهام، حيث ينضم إلينا من واشنطن الإمام الدكتور محمد بشار عرفات، مؤسس ورئيس مؤسسة التبادل والتعاون الحضاري، ومن فرنسا ينضم إلينا لاحقا الباحث والمحلل السياسي طارق زياد وهبة، عضو سابق في مجلس بلدية كولومبو، وهو أيضا عضو في حزب الجمهوري الفرنسي. الدكتور الإمام محمد بشار عرفات حاصل على إجازة في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة جامعة دمشق، وكذلك في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية في دمشق، والدكتوراه من جامعة ترينتي كوليدج أند يونيفرسيتي. دكتور عرفات يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الشؤون الإسلامية بولاية ميريلاند، ويقوم بالتدريس في عدة جامعات في ولاية ميريلاند وواشنطن، والآن في جامعة نوتردام في ميريلاند. هو مؤسس ورئيس مؤسسة التبادل والتعاون الحضاري ومركز ومعهد البشير لحوار الأديان، محاضر في برنامج الزائر الدولي في وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2005 وإلى الآن عن الإسلام والتعددية الدينية والثقافة في أمريكا. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ليلى الحسيني تحيي كل من انضم إلينا في هذا البرنامج. بعد فاصل قصير نكون معكم في قضية رأي عام، وهذا الحوار الهام مع الإمام دكتور محمد بشار عرفات. يأتيكم هذا البرنامج برعاية من أمباك. انتخب يوم 3 نوفمبر من أجل صوت عربي مسموع. انتخب المرشحين الذين تدعمهم إمباك، جو بايدن للرئاسة، جاري بيتر لمجلس الشيوخ، وديب دينجل لمجلس النواب. وللمجلس التربوي في ديربون عادل موزب، نفيل حيدر، خضر فرحات ومعالي لقمان. للاطلاع على بقية المرشحين المدعومين من إمباك تفضلوا بزيارة impactmi.org. صوتنا قوتنا، مستقبلنا ويصنع الفارق. انتخب من أجل حماية الديمقراطية. هذا الإعلان مدفوع من قبل اللجنة العربية والإسلامية للعمل السياسي. يمباك سوا على الهوا سوا طول سوا على الهوا ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم اللي اتكون يا وطني الموج. مرحبا بكم مستمعينا. ماكرون والإسلام، أزمة ديانة أم أزمة دولة؟ مرحبا بك دكتور بشار معنا مباشرة من واشنطن. أهلا وسهلا، بارك الله فيك دكتور. نبدأ معك من حيث عنوان البرنامج العريض، ماكرون والإسلام، هل هي أزمة ديانة أم أزمة دولة؟ طبعا يعني هي ليست أزمة ديانة، لأنه يعني the ABC of Islam is السلام والرحمة، ووصف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم في كتابه الكريم بأنه رحمة للعالمين بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هم الناس، والناس مسلمهم وغير مسلمهم،
هؤلاء كلهم بني آدم اللي الله عز وجل بدأ أول قصة في القرآن بقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة يعني هو خليفة الله في أرضه، هو بني آدم. هذا الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، الله عز وجل خلقه بيده وكرمه، وقال في آية أخرى: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا التكريم للإنسان سواء اعترف بوجود الخالق أم لم يعترف بوجود الخالق، نحن كلنا مأمورون بتكريم هذا الإنسان. فالإسلام أتى لتكريم الإنسان والإنسانية، ولحماية حقوق الناس، ولحماية حقوق كل مخلوقات الله من حيوان ومن شجر ومن يعني مدر ومن يعني كل شيء خلقه الله بيده. نحن مأمورون بتعظيم خلق الله، وأعظم خلق الله هو الإنسان اللي الله عز وجل يعني سخر له كل خلقه. فلذلك يعني هذا الدين كان وما زال وسيبقى إلى يوم القيامة يعلي مكانة الإنسان ويأمر الجميع باحترام بعضهم البعض، لكن مفهوم الحرية الذي يمارسه يعني البعض في حق رسول الله سبحانه وتعالى، أو يعني ليس فقط محمد بن عبد الله ولكن أيضا عيسى بن مريم وموسى والأنبياء جميعهم الذين ذكرهم الله في قرآنه، من يسوق له سلبيا يعني من خلال الإعلام ومن خلال الكلام والمحاضرات التي يشم منها رائحة الكراهية أو التعدي على الآخر، لأن نحن يعني في قرآننا مأمورون باحترام كل الأنبياء وآخرهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن يعني لا يمكنك أن تحترمي محمد عليه السلام ولا تحترمي عيسى عليه السلام أو موسى أو كل الأنبياء. فهذا يعني الكلام يلي يشم منه رائحة التعدي على مقدسات الآخر سيؤدي إلى تأجيج الكراهية بين الشعوب وبين الطوائف وإثارة النزاعات الدينية التي تؤدي إلى حروب يعني عانت منها أوروبا في الماضي قبل أن يعاني منها اليوم العالم العربي والإسلامي، لأننا نرى يعني ليس فقط في أوروبا، نرى أيضا في العالم العربي موضوع السنة والشيعة كمان بسبب حماقات من بعض من يسمون أنفسهم برجال الدين ويتكلمون بلغة تستعدي الآخر. فلذلك أنا فقط أحببت أن أقول بأنه يعني مفهوم الحرية هي أن أيضا تحترم حرية الآخر، وليس فقط أن تنادي بما هو يعني مناسب لك، لأن حريتك تنتهي عند حرية الآخرين أيضا وعند احترام حرية مقدسات الآخرين. فلذلك يعني هذا ليس يعني أزمة في الدين، ولكن أزمة عند بعض من يسمون أنفسهم بالمتدينين، وأيضا بعض من يسمون أنفسهم بالعلمانيين، لأنه العلمانية الحقة هي يعني احترام رأي الآخر واحترام مقدس الآخر وليس التعدي على المقدس للآخر. فلذلك أنا باعتقادي أن هذه يعني ليس مشكلة في الدين، ولكن مشكلة في بعض من ينتسبون إلى الدين وبعض من ينتسبون إلى العلمانية. دكتور محمد، يعني ما سبب هذه المشكلة من جديد؟ يعني من وقت لآخر نرى هذا الأمر يتكرر لأسباب مختلفة. دعني أركز معك اليوم على جريمة قتل المعلم الفرنسي. كيف رأيت جريمة قتل المعلم الفرنسي؟ وهل يمكن اعتبار هذه الجريمة دفاع عن الإسلام ونصرة له؟ أولا هذه جريمة بامتياز، وهذه يعني منصوص عليها في القرآن أنه نحن مأمورون بمحاورة الآخر، مأمورون بعدم التعرض للسفاهة بسفاهة السيئة بالسيئة. نحن مأمورون بقرآننا بنص القرآن
يعني ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميم. هذا النص القرآن. إذا إنسان شتمني أنا مأمور بأن لا أشتمه، ولكن أن أرد يعني بالحسنى. أنا مأمور وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا مأمور أن أتواصل مع الآخر قبل أن يشتمني إذا كان هناك في مشكل، لكي يعني أصلح ولكي أتكلم ولكي أناقش. والله عم يقول يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حتى أنا إذا لم أتفق مع مقدس الآخر ومعتقد الآخر، القرآن يقول لي أنت ممنوع أن تحتقر ما يقدسه، لكي لا أيضا يعاملك بشيء سيء. فلذلك يعني هذه الجريمة مرفوضة في الإسلام قولا واحدا. لكن أيضا يعني أنا لا أستطيع أن أرى من يحتقر ديني ومن ربي ومن يحتقر هذه المعاني السامية وأبقى ساكت. أنا علي أن أتكلم. القرآن أمرني بالحسنى، لكن ليس كل المسلمين عندهم هذه الأخلاق، ليس كل المسلمين عندهم هذه القابلية بأن يردوا بالحسنى وأن يحاوروا وأن يناقشوا. في أناس وللأسف هكذا تصرفهم، فالجريمة غلط. هناك يعني من يتساءل الجريمة أيضا غلط. تماما، هناك من يتساءل دكتور محمد لماذا اختار هذا المدرس مرارا وتكرارا هذا النموذج لحرية التعبير. فلذلك يعني أنا أقول مع احترامي يعني إخواني في فرنسا للشعب الفرنسي، يعني مكونات الشعب الفرنسي كاملا، لكن يجب أن يكون هناك يعني فئات تذهب وتناقش هذا الموضوع، تشتكي للمدرسة، تشتكي، ترفع صوتها، تكتب. يعني ممكن تذهب إلى رجال الأمن أنه أخي هذا التصرف قد يؤدي إلى جريمة من بعض يعني من ينتسبون إلى هذا الدين، لأنه عندنا أيضا أناس لا يتحملون هذا الوضع. يعني أنا بالنسبة لي أعيش في أمريكا، عندي تواصل، وأيضا الأئمة الآخرين تواصلهم دائم مع رجال الأمن. إذا كان هناك ما يسبب إخلال بالنظام العام، نحن دائما نتواصل مباشرة ونتكلم. لكن يعني هناك جهات أمنية وهناك جهات كنسية وهناك جهات دينية، فلذلك يعني هذا يتطلب منا نحن كمسلمين أن يكون عندنا تواصل دائما مع كافة أطياف المجتمع لكي نناقش هذه الأمور قبل أن تستفحل وقبل أن تصل إلى ما وصلت إليه. هناك نقطة هامة أشرت إليها إمام دكتور محمد بشار، يعني أشرت إلى نقطة هامة أننا يجب أن نتواصل مثلا مع المدرسة مع إدارة المدرسة. هل ترى أن هناك تقصير من جانب مثلا من يقومون بالدعوة في هذه البلدان في الغرب في التعريف عن ديننا الإسلامي السمح؟ هل هناك تقصير مثلا أننا نذهب و نعطي فرصة يعني فكرة حقيقية عن الإسلام، عن رسالته، عن نبيه للتلامذة في المدارس؟ هل هناك تقصير من جانبنا أم هناك إقصاء لنا في بعض البلدان؟ نأخذ فرنسا كمثال. فرنسا لها وضع خاص. يعني السنة الماضية كنت في فرنسا من أجل التحضير لمؤتمر نعقده هنا في أمريكا بشكل دائم، اسمه يعني نحو فهم أفضل لعالم أفضل، Better Understanding for a Better World. في هذا المؤتمر 5 أيام، يوم واحد للتعددية الدينية وزيارة كنيسة، زيارة كنيس وزيارة مسجد، من أجل الشرح للطلاب ما هو المشترك وما هو المختلف، ولماذا أهل يعني هذا الدين يقومون بهذه العبادة وهذه الطقوس، يعني للإجابة على أسئلة
الطلاب فقط تعريفي يعني. لكن لما وصلت إلى فرنسا يعني شفت عندهم حساسية يعني ما عهدتها لا في أمريكا ولا في هولندا ولا في بلجيكا لما يأتي الموضوع للدين. هذا يعني طبيعة في فرنسا وطبيعة الشعب الفرنسي. لكن أنا مباشرة قلت لا، نحن يعني التأكيد في هذا المؤتمر على وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني عن التعارف والتعددية الثقافية والتعددية العرقية والدين جزء منها يعني. فأنا لو كنت يعني إمام في فرنسا، وأنا بعرف هناك كثير من الأئمة الأفاضل في فرنسا يحترمون هذه الخصوصية بالنسبة للشعب الفرنسي، فهم حذرين وحريصين دائما على يعني أن يعرضوا هذا الدين بأسلوب يقبله العقل الفرنسي والثقافة الفرنسية والإنسان الفرنسي. لكن يعني أنا أقول نعم، علينا أن نزيد من تواصلنا بالحكمة والموعظة الحسنة سواء مع الشعب الفرنسي أو غيره من الشعوب اللي عندها نفس الحساسية من الدين. وهذا شيء يعني موجود في القرآن، كيف تعامل يعني كل صنف من الناس حسب ما يفهمون وحسب ما يستسيغون. يعني أنا ديني عنوانه الحكمة، يعني ياسين والقرآن الحكيم. حكيم يعني أنا علي أن أعرض هذا الدين بالحكمة بالشكل الذي ينبغي وعلى النمط الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يعني هذا من تعاريف الحكمة. كيف أتواصل؟ لأنه من خلال تجوالي في أوروبا وبرامجي في أوروبا، يعني الشعب الهولندي يختلف عن الشعب الفرنسي، الشعب الألماني يختلف عن الشعب البريطاني. وهذا أنا أعود وأقول وللأسف نحن في مدارسنا وفي كلياتنا الشرعية لم ندرس هذه الاختلافات، لم نهيئ الأئمة بالشكل الكافي للدعوة في أوروبا. يعني مع احترامي لكل المناهج الدينية، وأنا خريج هذه المناهج، أنا لم أدرس في كليتي من التي تخرجت منها ما هو الفرق بين الشعب الفرنسي والشعب الهولندي والشعب البريطاني والشعب الألماني. نحن قرأنا عن يعني فرق وملل ونحل يعني في الماضي من مئات السنين، ولم نقرأ عن، وما زلنا نعيش في الماضي. هذا أنا عم بحكي لك عن المناهج الشرعية تبعنا. نعم. عم نقرأ عن المعتزلة والإباضية. ما قصد إنه في خطابنا الديني ما زلنا نعيش في الماضي في معظم الخطب، مع احترامي يعني. نعم. لكن وأنا عم بقول لك يعني أنا خريج هذه المناهج، المناهج على عيننا وراسنا، لكن يجب عليها الإضافة، يجب عليها يعني التحديث بشكل دائم، سيما وأننا يعني قرن، يعني الشرق الأوسط كله من 10 سنوات إلى الآن يعيش رأسا على عقب. من 2010 إلى الآن وما سمي زورا وبهتانا بالربيع العربي، يعني الدنيا كلها تغيرت في الشرق الأوسط، والهجرات تزايدت إلى أوروبا، لكن وجدت الأئمة نقص في هذا الفهم. هذا نحن كان يجب أن نستدركه من 40-50 سنة ماضية. يعني أنا أذكر في دمشق كان شيخي رحمه الله الشيخ أحمد كفتارو لما يأمر طلابه بأن يتعلموا لغة إنجليزية، هذا الحكي في أوائل الثمانينيات، يعني المدارس الأخرى في دمشق موضوع اللغة الإنجليزية يعني ما كان مركز عليه كثير. فكان رحمه الله يقول يا ابني نحن الآن يعني السفينة كلها تغرق، هلأ ما وقت أنه شو رأيكم ندهن هذا الباب بهذا اللون ولا هذا اللون، هلأ أنقذ السفينة وبعدين نتكلم بموضوع اللون والألوان. فكان يعني يأتي الطالب يقول أنا أريد أن أدرس مثلا قراءات، يقول لا الآن يعني قراءة واحدة على حفظ يكفي، والوقت اللي تريد أن تبذله في القراءات ابذله في تعلم اللغة الإنجليزية لكي تعرف يعني الناس في أوروبا أو اللغة الفرنسية أو الألمانية. وكان يركز إذا تريد أن ابدأ باللغة الإنجليزية الآن. الشاهد يعني هذا التحديث في المناهج، لأنه يعني أنا كما قلت خذي من 10 سنوات إلى الآن هذه الهجرات
يعني أثرت على المجتمع العربي وأثرت على المجتمع الأوروبي. ما تحت هذه يعني المشاكل هناك نار، هذه النار هي نار يعني تغيير المجتمع الأوروبي. بدأ الناس يشعرون أنه هذه الهجرات ستغير ملامح أوروبا كلها. فالموضوع ما هو موضوع، أنا بالنسبة لي الموضوع ما هو موضوع رسوم وفقط، الموضوع في من يؤجج هذه النار، وفي من يؤجج هذا الصراع، وفي من يؤجج هذا الصدام من الطرفين. أعود معك دكتور بشار إلى هذه النقطة الهامة، وسؤالي بعد الفاصل مباشرة: من يسيء للإسلام أكثر، من نشر الرسوم المسيئة أم من تسبب في وسم الإسلام بالإرهاب، ومن المسؤول عن تعزيز مفاهيم الكراهية والإسلاموفوبيا في الغرب؟ بعد الفاصل. انتخب يوم 3 نوفمبر من أجل صوت عربي مسموع. انتخب المرشحين الذين تدعمهم إمباك جو بايدن للرئاسة، جاري بيتر لمجلس الشيوخ، وديب دينجل لمجلس النواب. وللمجلس التربوي في ديربون عادل موزب، نفيل حيدر، خضر فرحت ومعالي لقمان. للاطلاع على بقية المرشحين المدعومين من إمباك تفضلوا بزيارة impactmi.org. صوتنا قوتنا، مستقبلنا ويصنع الفارق، انتخب من أجل حماية الديمقراطية. هذا الإعلان مدفوع من قبل اللجنة العربية والإسلامية للعمل السياسي. سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير، صباح الخير أمريكا، أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج مرحبا بكم مستمعينا. ماكرون والإسلام أزمة ديانة أم أزمة دولة؟ وبضيافتي دكتور محمد بشار عرفات، يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الشؤون الإسلامية بولاية ماريلاند، ويقوم بالتدريس في عدة جامعات في ولاية ماريلاند وواشنطن، والآن في جامعة نوتردام في ماريلاند، مؤسس ورئيس مؤسسة التبادل والتعاون الحضاري ومركز ومعهد البشير لحوار الأديان، محاضر في برنامج الزائر الدولي في وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2005 وإلى الآن، عن الإسلام والتعددية الدينية والثقافية في أمريكا. دكتور بشار، قبل الفاصل يعني سألتك من يسيء للإسلام أكثر، من نشر هذه الرسوم أم من ارتكب هذه الجريمة، أيضا من يعزز الإسلاموفوبيا في الغرب؟ يعني أنا أريد أن أبدأ بأن أقول هناك خطأ من الطرفين، خطأ من جانبنا أننا علينا أن نزيد موضوع التواصل مع كل المؤسسات، والتأكيد على أنه هذا الخطاب وهذه الرسوم المسيئة أو هذه الاتجاهات نحو استفزاز يعني مشاعر المسلمين أو المسيحيين أو المؤمنين من طوائف أخرى، هذه يعني ستسيء لنا جميعا كمجتمع، سواء فرنسي أو هولندي أو إيطالي أو أوروبي أو أمريكي. فهذا رقم واحد. نحن بالنسبة لنا كجالية مسلمة علينا أن يعني نزيد من برامجنا للتواصل، لكن أيضا هناك يعني أصوات، ولله الحمد اليوم يعني في أوروبا تجرم من يسيء للآخر، لكن يعني هذه الأصوات التي تنطلق من غير مسلمين وتجرم من يسيء للآخر، علينا أن يعني نتعاون مع هؤلاء، علينا أن يعني نرفع من أصواتهم. فلذلك أنا أقول يعني باختصار، نحن الاثنين علينا تقع المسؤولية كمسلمين وأيضا كمجتمع فرنسي، لكي نحترم بعضنا بعضا ولكي لا نتسبب بهذه الأمور. لكن يعني هذا التصرف، قتل الأستاذ الفرنسي، مع أني أنا لا يعني وصم الإسلام بالإرهاب، يعني هل هذه إساءة؟ يعني من يرى في هذه الأفعال دكتور بشار يعني أنها نصرة للإسلام، يعني كيف يمكن أن تكون نصرة للإسلام هذه الأفعال المشينة، يعني هذا الجرائم المشينة؟ أنا بالنسبة لي هذا يسيء للإسلام أكثر مما
يعني ينصر الإسلام. هذا الفكر, هذا الفكر يعني المتطرف, هذا الفكر ليس من ديننا. يعني أود أن أعود معك, الوقت ضيق جدا دكتور بشار. نعم. يعني إلى 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 أصل الدين وأصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته. متى رأينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يستخدم العنف حتى مع من آذوه؟ يعني عندما قال له الله سبحانه وتعالى ادعو عليهم, رفض حتى أن يدعو على من آذوه وضربوه وأخرجوه. من أين أتت هذه الأفكار كلها التي تنسب إلى الإسلام ظلما يعني وحقدا وغلا, وهذه التصرفات المشينة التي نراها اليوم؟ لذلك أنا فقط يعني أريد أن أقول موضوع تدريب الأئمة اليوم الذي أشرف عليه يعني في معهدنا وفي مؤسستنا, ويأتينا أئمة من يعني كل العالم فقط ليروا حقيقة الوضع اليوم, وكيف أن هناك يعني برامج تستفز المسلمين, وكيف يجب أن يكون الرد. فيعني هذا لا غبار عليه أبدا, أن هناك جهات تستهدف إثارة يعني المسلمين سواء برسوم أو غيرها, وللأسف هناك من يستأجر لنشر فكر مواجهة هذا الاستفزاز بالعنف, وهناك إعلام مباشرة يصور هذا التصرف مثل هذا الإنسان على أنه يعني رأي المسلمين, وهذا غلط 100%. نحن كمسلمين كمتبعين لنهج القرآن ولنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نرى أن هذا لا يمت للإسلام بصلة. إذا هل نستطيع القول أن الإعلام في الغرب بالعموم هو من يعزز الإسلاموفوبيا ويعزز فكرة لصق الإسلام بالإرهاب؟ تماما. يعني هناك إعلام مأجور, هناك يعني برامج تلفزيونية وأفلام مأجورة 100%. نحن نعيش في هذه البلد في أمريكا ونرى من يعني يمول ومن وراء هذه الأفلام, بعضها في هوليوود وبعضها في أماكن أخرى. فيعني لذلك يعني نحن مأمورون اليوم بهذه البرامج التوعوية للأئمة وللقيادات الدينية في أمريكا وفي أوروبا وفي فرنسا بشكل خاص. ولا يوجد إعلام موازي عربي يخاطب. ليس فقط يعني إعلام ليس فقط إعلام موازي, ولكن أيضا يعني تنمية المواهب الشبابية التي تتكلم وعن الإسلام بأسلوب يعني يتماشى مع تعاليم ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا عيسى وموسى وكل الأنبياء. يعني هذه الأصوات وفي الأديان الأخرى أيضا أن نقيم تحالفات, هذه التحالفات مهمة اليوم, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مناصر لحلف الفضول, وكان يقول أنه أنا شاركت في هذا الحلف كان عمري 16 سنة, لكن بعد أن كان نبيا وأصبح نبيا كان يقول لو أني دعيت إلى مثل هذا الحلف لشاركت. نحن علينا أن ننتبه لموضوع التحالفات الدولية اليوم, التحالفات الإقليمية, التحالفات المحلية, لكي يعني نعزز موضوع السلم والتفاهم والرحمة لكل المجتمع. هذا الموضوع مهم جدا اليوم, لأني وللأسف أنا رأيت يعني في أوروبا وأيضا موجود في بعض المراكز في أمريكا, لكن في أوروبا موضوع التواصل مع الآخر يكاد يكون معدوم. يعني لا يزالوا متأثرين بفكر أنه هؤلاء كفار, هؤلاء كفرة, هؤلاء ذيس, هؤلاء ذات, وهذا يعني مخالف لنهج القرآن يلي كما تفضلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل ويقول عن أهل الطائف إذا بتحب يعني أنا أطلق عليهم الأخشبين ويرفض. لما فتح مكة وكان بعد صلح الحديبية, صلح الحديبية استمر لسنتين, وبعدين أهل مكة هم الذين نقضوا العهد, ولما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش قوامه 10,000 رفض رفضا قاطعا أن يعلم من في الجيش أين الاتجاه وهم سيحاربون من وهم سيقاتلون من. لم يفصح عن هذا أبدا, حتى أقرب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعلم. يعني حتى لما دخل وسأل بنته اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أين يعني متجه النبي صلى الله عليه وسلم, قالت
اسأله ولم تفصح. المهم فتح مكة بسلام ولم يرد أن يكون هناك إراقة دماء لمن قاتلوه 20 سنة ولمن يعني طردوا أتباعه من مكة. طيب نحن ليش ما ندرس أيضا فتح مكة كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمتلك القوة ليدمر ويقتل ويثبي ولكنه لم يفعل أي من هذا أبدا، وإنما فقط دخلها وهو القادر على أن يعني ينتقم ممن قتلوا. اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. لكن قال لهم وبكل رحمة من دخل بيته فهو آمن، وأيضا يعني من كان يسيس الجيوش والعداء أبو سفيان قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، وبالآخر لما يعني أتوا قال ونظر إليهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا كان تصرف نبي الرحمة، نبي السلام، نبي الإنسانية، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب أيننا اليوم من الرسوم؟ نعم. الرسوم وأيضا من يشتم هذا الدين. لذلك دكتور يعني دهمنا الوقت، يعني أريد في دقيقة من فضلك، يعني هل من حلول تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، تحقق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع وفي الغرب عموما ليس فقط في فرنسا، أين منا حوار الحضارات اليوم؟ يعني الخميس الماضي يعني من أيام أنا كنت في السفارة الفرنسية والتقيت السفير الفرنسي، وعلى أساس أن نجتمع مع 6 أئمة من منطقة واشنطن، يعني لأن أنا بالنسبة لي يعني هذا ما يأمرني القرآن أن أتواصل. وأنا نشأت في مدرسة كان شيخنا دائما يقول يا ابني الناس كلهم فيهم خير، أنا لم أرى إنسان لا خير فيه، لكن هذا الخير كما تحفر في بئر، يعني أحيانا يخرج معك ماء بعد 10 أمتار وأحيانا يخرج معك ماء بعد 20 متر أو 30 متر، لكن يا ابني الماء موجود. فنحن مأمورون بالتواصل، ديننا مبني على يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن نعيش في زمن حريات، سواء الناس يعني اعترفوا فيها أم لم يعترفوا فيها. الدستور الفرنسي يعترف بالحرية، الدستور الألماني، الدستور دساتير الأوروبية، الدستور الأمريكي، كله حرية الأديان. يعني religious freedom this is extremely important بالنسبة لنا جميعا مهمة. فلذلك ليس هناك بديل عن أن يكون هناك تواصل مع كل طوائف المجتمع الفرنسي. وأيضا علينا نحن كمسلمين في أمريكا نشيطين في موضوع حوار الأديان، أن يكون هناك رد فعل إسلامي مسيحي يهودي، أننا جميعا ضد هذه التصرفات، وأننا أيضا جميعا ضد الإسلاموفوبيا وإثارة الكراهية نحو هذا الدين أو أي دين. دكتور بشار عرفات مؤسس ورئيس مؤسسة التبادل والتعاون الحضاري، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من واشنطن، وحوارنا اليوم أزمة ديانة أو أزمة دولة ما أثير مؤخرا في فرنسا، ونتابع إن شاء الله الحوار في هذه المواضيع الهامة والحساسة والتي يجب أن تفتح ليكون هناك فعلا حوار حضاري وراقي حول هذه المواضيع التي تشكل عاملا هاما في تناغم المجتمع والمهاجرين من كل أطياف العالم. تحياتي لك دكتور ومرحبا بك من واشنطن، كنت معنا مباشرة. الله يبارك فيك، وأنا شاكر لفضلك وشاكر لبرنامجك وشاكر يعني ما تقومين فيه من نشر ثقافة السلام والمحبة والتعارف ليس فقط في أمريكا ولكن حول العالم. أشكرك دكتور. فاصل ونستكمل حوارنا الهام هذا الصباح. من فرنسا ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي طارق زياد وهبة، عضو سابق في مجلس بلدية كولومبو وهو أيضا عضو في حزب الجمهوري الفرنسي، بعد الفاصل.
انتخب يوم الثالث من نوفمبر من أجل صوت عربي مسموع. انتخب المرشحين الذين تدعمهم إمباك جو بايدن للرئاسة، جاري بيتر لمجلس الشيوخ، وديب دينجل لمجلس النواب. وللمجلس التربوي في ديربون عادل مواظب، نفيل حيدر، خضر فرحات ومعالي لقمان. للاطلاع على بقية المرشحين المدعومين من إمباك تفضلوا بزيارة impactmi.org. صوتنا قوتنا، مستقبلنا ويصنع الفارق. انتخب من أجل حماية الديمقراطية. هذا الإعلان مدفوع من قبل اللجنة العربية والإسلامية للعمل السياسي. يامباك سوا على الهواء، سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير. صباح الخير امريكا، من يوم اللي اتكون يا وطني الموج. مرحبا بكم مستمعينا في امريكا الشماليه ومن يتابعني حول العالم. قضيه راي عام، نتناول فيها كافه القضايا المجتمعيه بطريقه موضوعيه تتضمن الراي والراي الاخر. ونرحب بالباحث والمحلل السياسي طارق زياد وهبي الذي يحمل شهاده الهندسه الفيزيائيه اختصاص مواد وبيئه، حائز ايضا على شهاده دراسات عليا في القانون الدولي والعلاقات الدوليه، دكتوراه عقده ثالثه، عمله في عده مؤسسات دوليه في فرنسا وخارجها، واهمها الصليب الاحمر الدولي والبنك الدولي وفي مشاريع اخرى، وحيث كان مسؤولا لوضع برامج التنميه الاقتصاديه المستدامه. ايضا عضو في الحزب الجمهوري اليميني اليمين الفرنسي منذ رئاسه الرئيس الراحل جاك شيراك، وحتى الان رئيس منتدى الاورو متوسطي للتنميه المستدامه، وهو عباره عن حاضنه لافكار ومشاريع للربط بين ضفتي المتوسط. عضو بلدي سابق من بين عامي 2014 إلى 2020 لمدينة كولومب في ضاحية باريس الغربية التي يقطنها في فرنسا منذ عام 2006، عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس اللبناني فرنسا، كاتب وباحث سياسي في العلاقات الدولية والشأن الأوروبي منذ عام 2006. مرحبا بك أستاذ طارق، صباح النور. صباح الخير ست ليلى، وشكرا لاستضافتك ولمقدمتك لهذا النهار الذي يعمل الجميع، الجميع من يستمع إلينا أن يكونوا بصحة بخير، ويكونوا مثل عادة أقربائهم بخير وسلام، لأنه مع ما يحصل في العالم في موضوع الكورونا الموضوع ليس لم يعد نحن، الموضوع هو جميعنا. أهلا بك أستاذ طارق، يعني نتمنى إن شاء الله أن تكون نهار جميل على كل مستمعينا. وفي فرنسا يعني نطمئن عليكم أولا، كيف هي أحوال الكورونا؟ هل في انحسار إن شاء الله للموجة أم هناك ازدياد في أعداد المصابين كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية؟ للأسف يا سيدتي لا شيء يطمئن هنا. البارحة الأرقام تصاعدت أيضا، يعني نحن بلغنا حوالي 50,000 إصابة في اليوم البارحة في مستوى فرنسا. عدد الذين توفوا هو 123 شخص، يعني لا يزال قليلة نسبة عندما بدأ الكورونا في فرنسا، ولكن الأرقام لا تطمن بالتحديد بما يسمى الأماكن في المستشفيات وبالتحديد العناية الفائقة، وهذا فرنسا ينقصها أسرة. وهناك حديث في مدينة في وسط فرنسا تدعى سانتيتيان بالقرب من مدينة ليون، قد يكون هناك إنشاء مستشفى ميداني عسكري يعني وضع عدد من الأسرة الجديدة، لأن المنطقة هناك مصابة حقيقة بهذا الوباء بدرجة قوية. والأخطر هو أن هذا الوباء أصبح يتخطى يعني الشيوخ الذين تعدت أعمارهم 60 عاما، والآن هناك عدد كبير من الذين تحت 60 عام. نتمنى السلامة للعالم من هذا الوباء الذي أصاب العالم، وربما يعني كما نشير دائما هو وقفة لنذكر العالم أننا أن الجميع أصيب بهذا الوباء بلا استثناء، الغني والفقير والمجتمع. ربما هذه رغبة إلهية لأن تعيد للناس إنسانيتهم وتذكيرهم بأننا سواء، يعني وهذه المصيبة التي أصابت العالم بأجمعه وحدت العالم في الإصابات يعني مع الأسف، ونتمنى السلامة للجميع. أستاذ طارق، ماكرون والإسلام أزمة ديانة أم أزمة دولة؟ هذا هو العنوان العريض هذا الصباح، وأتمنى أن يعني أقف معك في بداية فقرتنا معك، ما هي حقيقة الأزمة وكيف نفهم أبعادها؟ أنا أول شيء بدي أشكرك على العنوان، لأن العنوان فعلا هو عنوان دائما للتساؤل وليس للجدل، هو عنوان للحوار وليس أعيد للجدل، فور بوليميك، لأنه في ناس تحب البوليميك،
وهذه مشكلة في مجتمعنا. نحن عم نضيع وقتنا بالبوليميك، ما عم نضيع وقتنا بالديالوج بالحوار. المسلمون في فرنسا هم عنصر مهم جدا منذ إنشاء فرنسا، حتى عندما كانت الملكية في فرنسا كان ارتباط الملكية بكل ما يسمى العنصر الإسلامي. وما ننسى أن المسلمون في أوروبا فتنوا الجزيرة الإيبيرية بمعنى إسبانيا والبرتغال لمدة 700 عام، وأعطوا فكر يعني لا يقاس في هذا الموضوع بالموضوع العلمي والموضوع الفكري. يعني أحد الجامعات في باريس في فرنسا، هناك جامعة ابن سينا، هناك جامعة ابن رشد، حتى في إيطاليا نفس الموضوع. يعني كل هؤلاء العلماء المسلمون الذين أعطوا لأنا بسميه التراث العالمي تركوا أثر جد مهم. اليوم في فرنسا بعد الملكية وبعد ما يسمى الثورة 1789 قدمت ما يسمى الحرب ضد الإكليروس الديني، لأنه بمرحلة من المراحل في الملكية كان هناك سيطرة للدين المسيحي على كل مفاصل الحكم في فرنسا. عندما قرر الثوار في فرنسا في العام 1789 أن تقوم هذه الثورة، وهذه الثورة يعني ما في محل في العالم ما بياخدوها كمثل، وحتى الأمريكيين يعني دائما عندهم الثورة الفرنسية نوع من ريفرنس في هذا الموضوع. قدم يعني في الأعوام منذ العام 1789 حتى العام 1905 اللي هو عام فاصل في فرنسا، له علاقة بما يسمى القانون رقم العام 1905، وهو قانون ليسيتي. ليسيتي بمعنى العلمنة أو العلمانية. اليوم نحن عم نحكي باللغة العربية، يعني عربوها سموها ليكية، أنا أفضل أن تظل بمفهوم العلمنة، بمعنى أنه نفصل الدين عن الدولة، والدولة تحترم كل الأديان، ولكن لا يحق لأي دين أن يسيطر على يعني مفاصل الحكم أو مفاصل ما تريده الأحزاب. بمعنى أنه حتى في فرنسا ممنوع أن يكون هناك حزب ديني، علما أنه في فرنسا حزب الديمقراطي المسيحي كما موجود في ألمانيا، نفس الحزب في هذا العنوان، ولكن هو فقط عنوان يعطي بعد له علاقة بالتاريخ اليهودي الفرنسي، اليهودي المسيحي عفوا لأوروبا. بعد هذا التاريخ لا ننسى أن فرنسا خاضت حربين عالميتين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكان كل الذين هم من ما يسمى دول الاستعمار الفرنسي كانوا موجودون وكانوا يحاربون مع فرنسا في هذا الموضوع. يعني هناك عدد كبير من المدن في فرنسا عندما تذهب إلى بعض المقابر تري أن هناك أضرحة وعليها هلال، ولأن الجندي الذي كان يقاتل هو جندي مسلم. وهؤلاء المسلمون الذين قاتلوا من أجل فرنسا وضحوا من دمهم من أجل دمهم في فرنسا كانوا يصلون في العراء، كانوا يأكلون الحلال وهم يذبحونه دون أي مشكلة. زد على ذلك أن فرنسا حكمت شمال أفريقيا تقريبا بالمئة عام، يعني وفرنسا تعرف ما هو الأذان، تعرف ما هو الحجاب، تعرف ما هو كل هذه المواضيع. المشكلة عندما تصل في عالم التحرير فيه أصبح تحريرا فكريا كاف في جميع المنتديات في جميع المفاصل في المجتمع، وأكثر من ذلك يعني موضوع الذي هو له علاقة بحرية التعبير، يعني هذه بنيت عليه فرنسا، حرية التعبير وحرية الفكر بنيت على هذه الفكرة. الفلاسفة الفرنسيين فلاسفة يعني عصر التنوير هو عصر أعطى للعالم أجمع، يعني حتى البريطانيين أخذوا الفلاسفة الفرنسيين مفهوم له علاقة بالحرية. ولكن المشكلة الحالية والآنية الآن هي عندما أرادت فرنسا في الخمسينيات أن تستقدم يد عاملة، لم يكن بودها أن تستقدم إلا اليد العاملة من مستعمراتها. فرأينا أن هذه المستعمرات إن كانت من شمال أفريقيا وحتى من آسيا، يعني عندما ترين أنه في فرنسا عدد كبير من القادمين من كمبوديا من فيتنام قدموا إلى فرنسا وهم يعملون، كل هذه الجاليات التي قدمت والتي أصبحت في المستقبل بعدين فرنسية لا تزال تعيش ضمن ما يسمى الجالية. يعني هي تفرنست بالمفهوم الإداري ولكنها لم تصبح فرنسية بالمفهوم المدني. وهون خليني أقول لك كم جملة تخطر ببالي دايما، عندي خال اسمه أحمد الغز،
خالي كان يقول لي انتوا جيتوا على المدينة وريفتوا المدينة، بمعنى انه ما نسيتوا من وين جايين، بقى بدكم شوي شوي تحسوا انه انتوا بالمدينة وتنسوا شوي الريف بمفهومنا كيف نتعامل في هذا الموضوع. لذلك فرنسا عندما اصبحت هذه الجاليات تريد ان تتأقلم مع واقعها، بمعنى انه اليوم في الجزائر او في تونس او في المغرب هناك جامع، هناك كنيسة، هناك حتى مكان لليهود لكي يصلوا فيه. إذا هذه الجاليات أرادت أن فرنسا أن تكون هذا الموضوع موجود. للأسف الشديد لم يكن في فرنسا إلا مسجدين قبل سنة تقريبا 1983 عندما قدم الرئيس ميتيران، كان هناك فقط مسجدين، مسجد باريس الكبير ومسجد في مرسيلة، وباقي كان هناك ما يسمى القاعات الموجودة في يعني تحت البنايات. لم يكن هناك حقيقة اعتراف حقيقي في مفهوم يعني لماذا يريد المسلمون، وانفتح المسلمون وأصبح ما هنا يعني هناك مساجد وهناك انفتاح على هذا الدين ومعرفة ما هو هذا الدين. علما لكي نضيف لجمهورك يسمعك أنه أهم دراسة في الإسلام بالمفهوم الصوفي هي موجودة في جامعة السوربون، يعني الذي يريد أن يدرس الإسلام الصوفي وأكبر مدرسة موجودة هي في باريس، وهذا يظهر إلى أي مدى اهتم الفرنسيين وبالتحديد يعني المثقفين والباحثين بموضوع الإسلام وكيفية رؤية الإسلام. يعني عندنا في فرنسا عدد كبير من التراثيات، يعني كتب نادرة ما ترينها موجودة في مصر. إذن فرنسا تختلف أستاذ طارق عن أي بلد آخر في العالم الغربي بسبب معرفتها الوثيقة بالدين الإسلامي، تعرفت عليه عن قرب لأنها استعمرت يعني بلدان عربية لفترات طويلة وتعرف تماما يعني الإسلام والشعوب الإسلامية عن قرب. لذلك يعني هذه الأزمة التي يراها البعض يعني الآن، هل هي أزمة مفتعلة؟ يعني لماذا تفجرت قضية الرسوم، تفجرت قضية الرسوم في الدنمارك منذ 15 عاما، لماذا انتقلت لفرنسا وتبنتها الآن؟ طولت عليك بالحديث السرد التاريخي، بس أنا سأصل إلى موضوع له علاقة ب يعني فرنسا هي تعتبر في أوروبا نوع من الانتشار الإعلامي والثقافي والفلسفي في أوروبا. لذلك يعني حتى بعض الملكيات، عذرا للمقاطعة، هذا السرد رائع ونحتاج أن نعرف التاريخ أكثر، وأتمنى لو كان الوقت ساعتين وأكثر. وأنا طبعا يعني تفضل. لأنه يعني فرنسا بعض مرات منحس أنه عم تعطي دروس للتاريخ، ولكن بنفس الوقت في مضمون، مش الموضوع فارغ، في مضمون. هلا الانتقال من الدنمارك الى فرنسا لصور المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام هو عباره دائما في فرنسا عندك نوع من النقد والبحث عن لماذا هذا، يعني في شيء فلسفي بالموضوع بغض النظر انه المجله او الجريده التي نقلت هذه اهواءها يساريه وليست اهواءها لها علاقه بمفهوم انه هي من اليمين المتطرف الذي هو دائما في اوروبا ودائما منذ القدم يسعى لما يسمى تفريق الناس بين بعضهم، ويسعى أيضا إلى نوع من العنصرية إن كانت لها علاقة باللون والدين والانتماء، كل هذا الموضوع. يعني حتى بعض العنصريين في فرنسا يعني بيعملوا عنصرية ما بين الجنوب والشمال، بين الشرق والغرب. هذا موجود ومتجذر بفرنسا بطريقة أن الفرنسيين يخافون على هذا الإرث التاريخي الذي قدم بدأ بالملكية عندما قدمت مملكة الفرنك إلى الجمهورية الخامسة التي هي الجمهورية المدنية، الجمهورية العلمانية التي وصلنا إليها. الأهم من ذلك أنه مع قدوم الرئيس ماكرون كسر ما يسمى حدة التفارق السياسي، بمعنى ما بين اليمين واليسار، وهو دائما كان يقول رئيس ماكرون أنا لست بيمينيا ولست بيساريا ولكن أريد أن أجمع الكل. وهو ماكرون بالذات عليه أن يشكر بالتحديد الجاليات الأجنبية الفرنسية التي صوتت له، لأنها يعني بين أوسين قرفت من خطاب السياسي الحزبي الذي كان يعتمده اليمين واليسار. ولكنه
لا يستطيع بمرحلة من المراحل عندما يقدم إلى موضوع انتخابي، وهو يعني اليوم نحن قادمين لمرحلة انتخابية تحضيرية، وحضرتكم أنتم يعني بعد كم أسابيع وتعرفون من سيصبح الرئيس لأمريكا، نحن أيضا نحن سندخل في مرحلة انتخابية كبرى، وعلينا يعني كل الحزبيين أو كل الذين يعملون في السياسة يعرفون جيدا أن هناك من يبحث عن شد العصب. وخطاب الرئيس ماكرون في 3 أكتوبر 2020 في مدينة من الضاحية الشمالية لفرنسا، لباريس بالتحديد، عن موضوع له علاقة بالانفصاليين، كان خطابا يعني لم يفهم حقيقته. هو يريد أن يفتح باب الحوار مع المسلمين، ولكنه كان مالادروا، ما بعرف كيف تفسر بالفرنسي بالعربي، بمعنى أنه كان يعني نوع من يعني أخطأ ببعض الكلمات، أو مستشارينه لم يستطيعوا أن يدخلوا يعني مفهوم هذا الكلام. هذا بالضبط ما أريد أن أسألك عنه في هذه النقطة أستاذ طارق. يعني كثير من المحللين نصحوا الرئيس ماكرون بتغيير مستشاريه في الشأن الديني والشرق أوسطي بسبب ما أشرت إليه في خطابه. يعني برأيك لماذا تصر السياسة الفرنسية، أو إذا يعني حصرناها بالرئيس ماكرون، على استعداء المسلمين؟ هل يعي فعلا أنه يواجه ملياري مسلم في صميم معتقداتهم، أم أنه يسعى كما أشرت فعلا لكسب الأصوات انتخابية؟ هو الموضوع كله موضوع سياسة وانتخابات، أم هناك رأي آخر يقول أنه يريد التطهير الديني كما يتهمه البعض؟ أين تكمن الحقيقة؟ أنا برأيي الموضوع هو جد سياسي، هو جد له علاقة بإنشاء نوع من الجسور مع ما يسمى الناخب اليميني، الذي هو يبحث دائما عن استقرار في بلده، بمعنى أن هذه البلد لا يريدها أن تصبح بلدا آخر، بمعنى حضرتك قاعدة بأمريكا بس أمريكا هي بلاد للمهاجرين. أمريكا أنشئت بالأوروبيين الذين قدموا إليها، العرب، الأفارقة، الأسيويين، بينما فرنسا لها تاريخ، لها علاقة بناس كانت موجودة فيها، وهم يخافون في يوم من الأيام أن تصبح هذه البلد يعني بلد لغيرهم. وللأسف الشديد هناك نظرية في فرنسا اسمها نظرية الاستبدال، replacement theory، بمعنى ممكن أشخاص يجوا يحلوا محلهم في البلد، وهذه النظرية يعني تروج لها أحزاب اليمين المتطرف، بالتحديد حزب الجبهة الوطنية التي ترأسه السيدة مارين لوبين. بس خليني أقول لك، الرئيس ماكرون هو فعلا رجل منفتح تام. لماذا يفعل هذا في هذا الموضوع؟ لأنه لا يمكن بالصدمة التي حدثت بمقتل المقتل الشنيع الذي حصل بقتل السيد الأستاذ سامويل باتي، أن يترك يعني الفراغ السياسي أو الفراغ الحضوري الدستوري للدولة. لذلك هو وقف وقال يعني كل الدول قالت له عندما كان هناك يوم التأبين أنه هذا تحدي، أن يقول علينا أن لا ننسى الصور الكاريكاتير وعلينا أن نظهرها. وأكثر من ذلك تجرأت وزارة فرنسية أن تضع صورة مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام على واجهة لأحد المباني الحكومية بطول 12 متر بعرض 6 أمتار. يعني هذا تحدي فاضح لمعتقدات المسلمين، وأنا باعتقادي هذا يعني خطأ تام له علاقة بكيف نتحاور مع الآخر. واليوم ستسمعين يا سيدتي، الأزهر سيرفع دعوة ضد مجلة شارلي إبدو في فرنسا، أيضا بعد زيارة البابا إلى أبو ظبي وأنشئ هناك مجلس له علاقة بالتعاون ما بين الدينين الإسلامي والمسيحي، أيضا هذا المجلس سيرفع دعوة ضد جريدة شارلي إبدو في فرنسا. يدعي ماكرون أنه يفرق بين الرئيس ماكرون يختبئ وراء ما يسمى في فرنسا حق التجديف، بمعنى حق إهانة الذات الإلهية أو إهانة المعتقدات الدينية. في فرنسا هذا الحق ليس مجاز عليه، وللأسف الشديد عندما نرى أنه في فرنسا هناك جزاء عندما تكون عنصرية أو تكون معادية للسامية، نعم هناك في القانون مادة قانونية تجازي هذا الموضوع. يعني الفرنسيين من أصول أجنبية والذين هم يعتقدون الإسلام، عليهم أن يشكلوا هذا اللوبي الذي أسعى أنا وغيري أن يذهب بقانون إلى مجلس النواب الفرنسي ويقول للنواب الفرنسيين عليكم أن تضعوا قانونا له علاقة بوقف حق التجديف، أي حق
إهانة الذات الإلهية أو المعتقدات الدينية، وهكذا نصبح كلنا سواسية كأسنان المشط. إذن هنا لا نستطيع أن نرى أن نشر الرسوم المسيئة ضمن حقوق حرية التعبير كما أشرت، يعني عندما هناك قوانين تجرم الإساءة إلى السامية، هناك قوانين تجرم الإساءة إلى المرأة، إلى العنصرية البغيضة، إلى الإساءة إلى بشر ليسوا من ذوات البشرة البيضاء. إذن كيف يمكن لنا أن نتقبل أن الإساءة إلى الأنبياء يندرج ضمن حرية التعبير؟ ما قلته له علاقة بمفهوم يعني التشريع في فرنسا، وباعتقادي يعني للأسف أود ولو تسمحي لي فقط بس يعني دقيقة تاريخية في الموضوع أو سرد تاريخي. الرئيس ساركوزي هو الرئيس اليميني يعني من تقريبا 15 عاما، هو الذي قرر أن ينشئ ما يسمى نوع من وضع أسس للديانة المسلمة في فرنسا، ووضع هذه الأسس في الديانة المسلمة هي له علاقة بإنشاء ما يسمى مجلس يدافع عن المسلمين بمفهوم الدفاع المدني. يعني شو الدفاع المدني؟ يعني بمعنى أن ندافع بالقوانين وليس له علاقة بالتشريع أو بالعقيدة المسلمة، بمعنى لا يمكن أن يتدخلوا بهذا الموضوع. القانون للعام 1905 يفصل هذا الموضوع، ولكن الأهم هو كيف نبحث أن تكون فرنسا تفهم الدين الإسلامي، وكيف يكون هذا الدين الإسلامي في فرنسا متأقلم إلى حد ما مع قوانين الدولة، بما أن كل المسلمون في فرنسا يقولون نحن تحت سقف القانون الفرنسي فقط لا غير. أستاذ طارق، يعني بنطلع فاصل قصير ونعود معك لدقيقتين أو ثلاث دقائق فقط حتى نستكمل هذا الموضوع الهام جدا، يمكن أن نتحدث فيه لساعتين، لكن مع الأسف الوقت يداهمنا بعد الفاصل. انتخب يوم الثالث من نوفمبر من أجل صوت عربي مسموع. انتخب المرشحين الذين تدعمهم إمباك، جو بايدن للرئاسة، جاري بيتر لمجلس الشيوخ، وديب دينجل لمجلس النواب، وللمجلس التربوي في ديربون عادل مواظب، نفيل حيدر، خضر فرحات، ومعالي لقمان. للاطلاع على بقية المرشحين المدعومين من إمباك تفضلوا بزيارة impactmi.org. صوتنا قوتنا، مستقبلنا، ويصنع الفارق. انتخب من أجل حماية الديمقراطية. هذا الإعلان مدفوع من قبل اللجنة العربية والإسلامية للعمل السياسي. يمباك. سوا على الهواء، على الهواء، سوا طول، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير، صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطن الموج. صباح الخير أمريكا، صباح الخير لكل من يتابعنا حول العالم، وصباح الخير لضيفي من فرنسا الباحث والمحلل السياسي أستاذ طارق زياد وهبة. موضوعنا هذا الصباح ماكرون والإسلام، أزمة ديانة أم أزمة دولة؟ هناك تخوف من زيادة عدد المسلمين سواء في فرنسا أو أوروبا عموما، ما حقيقة ذلك أستاذ طارق؟ يعني هل ردة الفعل الشعبية التي خرج بها الفرنسيون تعبر عن هذا التخوف؟ أبدا يا سيدتي، يعني كما قلت لك في سرد التاريخ، المسلمون موجودون في فرنسا منذ القدم. يعني فرنسا هي أكثر دولة تعرف من هم المسلمون، أكثر من يعني من بلجيكا، من كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا. يعني هذه الدولتين العظيمتين اللي هن فرنسا وبريطانيا يعرفون جيدا ما هو الإسلام وما هو المسلمون، لأنه حتى منذ القدم عندهم علاقات حتى بحثية لها علاقة بمفهوم الإسلام وماذا قيل في التراث الإسلامي وكل هذا الموضوع. باعتقادي العالم يبحث الآن عن نوع من الطمأنينة والأمان، والمشكلة أكثر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي بدأ سهل على الناس أن يكون هناك ما يسمى الحرب عبر القنوات أو عبر الشاشات. لذلك خوف الفرنسيين عندما يعني اليوم عندما ترى عدد الشتائم الموجهة لرئيس الجمهورية الفرنسي القادمة من الدول العربية، من دول آسيوية، يعني كم هائل. حتى الصحافة الفرنسية والإعلام الفرنسي لم يعد يستوعب لماذا هذه الموجة القوية، والآن هم بصدد أن يقولوا يعني الموضوع ليس بالسهل أن تقوم بهذا يعني بهذه الطريقة، وبنفس الوقت ما هي الحلول، ما هو الحل الذي علينا أن نأتي به. وأنا باعتقادي بدأنا بنوع من الحوار، والحوار الأول هو هل باستطاعتنا بفرنسا أن نضع قانون له علاقة بإيقاف حق التجديف،
بمعنى حق وقف من إهانة الذات الإلهية وإهانة المعتقدات الدينية. هذا جد مهم وهذا حوار يجب على فرنسا أن تبدأ به. يعني كما بدأنا ووضعنا حد لموضوع العنصرية ووضعنا حد لموضوع اللاسامية، لماذا لا نبدأ بهذا الموضوع؟ وهذا الموضوع جد مهم لأن حتى المسيحيين يعني مصابون في هذا الموضوع في بعض مرات، وهذه الجريدة رسمت عدة رسومات صحيح. مسيئة لسيدنا عيسى، وهناك دعاوى يعني في المحاكم الفرنسية. وكالعادة الموضوع القضائي هو موضوع مسرى إداري أنا أسميه وفق القانون الفرنسي. إذن اليوم نحن نبحث قبل أن نبحث عن الحوار أستاذ طارق، المجتمع الفرنسي بحد ذاته خائف، ولكنه ليس بمجمله عنده عنصرية ضد المسلمين، بالعكس. وهناك أصبح هناك تخالط، يعني عندما نرى الأرقام، صحيح هناك 10 ملايين مسلم في فرنسا، ولكن تقريبا ثلثهم متزوج من غير مسلمة. وهذا جد مهم له علاقة كيف يتأقلم هؤلاء المسلمون في فرنسا. والخوف أن تتغير فرنسا بمفهوم الواجهة التاريخية لها هو خوف كل دولة تستطيع أن تقوله. يعني اليوم في شرقنا لم نكن كلنا مسلمون، لم نكن كلنا مسيحيون، صحيح. لم نكن كلنا يهود، تغيرنا عبر التاريخ، قدم إلينا أشخاص من مناطق جغرافية أخرى. إذن الموضوع له علاقة بالتغيير. يعني وعندكم في أمريكا ساميال هنتينغتون كتب كتاب Clash of Civilization كتير مهم، حتى واحد تاني كتب كتاب له علاقة نهاية التاريخ. كتابين كان مؤسسين لهم علاقة بمفهوم العلاقات الدولية أو مفهوم العلاقات الإنسانية في المستقبل، الذي هو مستقبل اللي أنا بسميه الفضاء الهوائي، بمعنى الإنترنت، السوشيال ميديا، اللي هي اليوم بتعرفي باللحظة شو عم بيصير بقرية معينة أو في مدينة معينة. إذن نحن أستاذ طارق يعني أريد قبل أن إن لم يكن حوار بناء أمن مسيطر عليه نوع من قوى كبرى اللي هن الخمس دول اللي لهم حق الفيتو، لا نستطيع أن نتفاعل. قد نتفاعل، يعني إذا بتجي على اليونسكو بباريس اليوم، في اليونسكو في تفاعل، ولكن ليس له من الدعم المادي المهم لكي يصبح مثل رسالة لكل الأمة في هذه الأرض. أستاذ طارق، يعني هناك حملة مقاطعات تبنتها بعض الدول في الشرق الأوسط، مقاطعة المنتجات الفرنسية، وأيضا على مستوى الشعبي، وحملات على السوشيال ميديا كما أشرت يعني لرفض لهذه الإساءات المتكررة لنبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. إذن هل ترى هذا هو الحل؟ هل هذا حل ناجع من وجهة نظرك؟ الشارع المسلم يعبر بقوله أنني لا أريد أن أشتري هذه البضائع الفرنسية، ولكن ليس له هذا تأثير بالماكرو إيكونومي، يعني بالسياسة الاقتصادية تبع الدول، لأنه العلاقات ما بين التجارية، العلاقات التجارية بين الدول هي علاقات عقود، علاقات تمثيلية. يعني اليوم في تركيا عندما يقول الرئيس أردوغان لا تشتروا البضائع الفرنسية، تما البضائع الفرنسية هي بضائع ذي جودة مثلا قد لا تستغني عنها بعض النساء حتى بالأدوية. يعني اليوم لنكن أو بسبب عقود تجارية مرتبطة يعني بالدول، يعني كمان في شمال أفريقيا. القصة مش نوقف ناكل جبنة لافاش كيريل، مش هذا السؤال. السؤال انه هناك امور لها علاقة بامور اخرى تقنية حديثة، يعني علمية طبية. هذا موضوع جد مهم. العلاقات الدولية هي ايضا الشعوب تقوم بها، ليس فقط الحكومات، ليس فقط الاحزاب. اذا التعبير الشعبي هو تعبير يعني يجب أن يصل إلى أذان المسؤولين، وأن يقول المسؤولين ممكن الشارع قد يحرك ببعض المرات، ولكن هناك حقيقة نوع من يعني حركات تكون بريئة بهذا الموضوع وليست مختبئة خلف أنا بسميها تيارات سياسية. كانت يعني أن تحرق علما فرنسيا أو تذهب لتضرب السفارة الفرنسية، هذا قد يكون تعبير سياسي وليس تعبير بالمفهوم أننا أريد أن أحاوركم لكي نصل إلى حل للمسلمين في فرنسا ولغير المسلمين في فرنسا. والمشكلة أكثر من ذلك، أن هناك من يصطاد في الماء العكر، وهناك ما يريد حقيقة أن يخفي مشاكل. يعني بالتحديد في تركيا الرئيس أردوغان عنده مشاكل في كل المحيط، وهو الآن
يضع نوع من الضوء الكبير على فرنسا لكي ينسي الآخرين ما يقوم به في أماكن أخرى. وهذا تحليل السياسي الذي هو يعني يتفق عليه عدد كبير حتى من السياسيين موجودين في تركيا يعني الذين ضده أو والذين معه. إذن فقط لنلخص الكلام بقول واحد، ليس هذا من سيعطينا حل في فرنسا، لأننا نحن في فرنسا من نعيش هذه المشكلة. أشكرك جزيل الشكر من فرنسا الباحث والمحلل السياسي طارق زياد وهبي، عضو سابق في مجلس بلدية كولومب، وأنت أيضا عضو في حزب الجمهوريين الفرنسي. أشكر لك هذه الإضاءة حول هذا الموضوع الهام، ماكرون والإسلام، أزمة ديانة أم أزمة دولة. وأشكر كل من تابعني هذا الصباح، ونشكر ضيفنا الكريم من واشنطن أيضا الدكتور محمد بشار عرفات، مؤسس ورئيس مؤسسة التبادل والتعاون الحضاري، كان معنا هذا الصباح. أيضا نشكر متابعتكم مستمعينا. شكرا لك أستاذ طارق، تحياتي لك ويومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك، والله يحمي كل من يريد لهذا العالم السلام. أشكركم مستمعينا الأعزاء هذه الليلة. الحسيني تحييكم، إلى اللقاء.